بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تحدثنا فيما مضى حول جوانب من حقوق الوالدين، وفي هذا اليوم نتحدث بإذن الله تعالى حول مجموعة من الروايات التي تتناول آثار البر وآثار العقوق. حقوق الوالدين له آثار، وبر الوالدين له آثار، والروايات تناولت آثار البر وآثار العقوق. الأثر الأول من آثار العقوق في هذه الحياة الدنيا هو الذي تناولته هذه الرواية المروية في كتاب بحار الأنوار، وهذه الرواية مروية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الأثر يتعلق بعاقبة العاق لوالديه أو العاق لأمه. ومقدمة لذلك نذكر مطلبا باختصار، وهذا المطلب هو أنه هل هنالك علاقة بين الذنوب التي يرتكبها الواحد منا في حياته وبين سوء العاقبة، أو لا ارتباط فيما بين الذنوب وبين سوء العاقبة؟ إذا كانت هنالك علاقة فما هي طبيعة هذه العلاقة؟ وما هي نوعية هذه العلاقة؟ الحقيقة العلاقة بين الذنوب وبين العاقبة يمكن أن نشبهها بعلاقة العلة بالمعلول، وعلاقة السبب بالمسبب، وعلاقة المقدمات بالنتيجة. الذنب الذي يرتكبه الواحد، دققوا في هذه النقطة، هذا يشكل نقطة ضعف أمام الشيطان. الشيطان ما إله هيمنة علينا
وما كان لي عليكم من سلطان. الله تعالى ما جعل للشياطين سلطة وهيمنة على قلوب بني آدم. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الشيطان يدعو، الشيطان يغري، الشيطان يحرض، الشيطان يحرك، هذا شغل الشيطان. كل ذنب يعتبر نقطة ضعف أمام الشيطان. الإنسان الذي يذنب هذا أعطى نقطة ضعف للشيطان. نقاط الضعف كلما تكررت وامتدت ودامت كلما تعمقت. اكو هنالك علاقة بين تكرر نقاط الضعف امام الشيطان وبين قوة هذه النقاط وشدة هذه النقاط وفاعلية هذه النقاط. نمثل بمثال واضح. هذا المثال كثير من الشباب يبتلون به. صلاة الفجر من الأشياء المشكلة للشباب. الشياب وتعلموا على ذلك، ومن الناحية الصحية من الناحية الطبية بدنهم أقدر على ذلك، ولكن الشاب الذي يعاني رطوبة في دماغه كما يقول الأطباء هذا يصعب عليه القيام لصلاة الفجر. في اليوم الأول واحد يقوم على صوت الأذان أو على صوت المنبه أو على أثر قراءة الآية المذكورة في مفاتيح الجنان. هناك آية مذكورة لليقظة، إذا واحد يقرأها يستيقظ. قام الشيطان يقول له نعم بعد أكو وقت، ماكو عجلة، البارحة أنت متأخر نايم، فيغريه. إذا هذا الشاب قاوم وقام، هذه شنو؟ هذه نقطة قوة أمام الشيطان. ولكن إذا نام ونام 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 إلى أن طلعت الشمس، هذه نقطة الضعف الأولى. في اليوم الثاني أيضا الشيطان يجي. في اليوم الأول الشيطان كان يحتاج إلى قوة حتى يقشمر هذا المؤمن، ولكن في اليوم الثاني مناعة هذا المؤمن تضعف، يكون أضعف أمام الشيطان. البارحة اللي قال نعم للشيطان اليوم بسهولة أكثر يقول نعم للشيطان، مو هالشكل؟ اليوم ام قال نعم للشيطان وما قام لصلاة الصبح الى ان فات. في اليوم الثالث واليوم الرابع كل يوم يمضي هذا مناعة هذا المؤمن ذا تضعف امام الشيطان، الى ان يجي يوم يصبح تحت الهيمنة الكاملة للشيطان. الامام الحسين صلوات الله عليه شنو قال؟ قال استحوذ عليهم الشيطان، او استحوذ عليكم الشيطان. استحواذ يعني هيمنه، يعني استيلاء. جبر هذا يعني اكراه، ماكو اكراه في القضيه، ماكو جبر بالقضيه، ولكن هذا الذي استجاب للشيطان مره ومرتين وثلاث بعد يصير ضعيف امام الشيطان، يصبح تحت هيمنة الشيطان. زين هذا اللي عمر قايل نعم للشيطان،
عمر؟ قايل نعم للشيطان. في اللحظات الأخيرة من حياته يقدر يقول لا للشيطان؟ هذا اللي 20,000 مرة قايل نعم للشيطان، 20,000 مرة مستجيب للشيطان، في اللحظات الأخيرة الشيطان أيضا يجي يقدر يقول لا؟ الشيطان يقول له لا تقل أشهد أن لا إله إلا الله. هل يتمكن أن يشهد؟ ما يقدر، ما يقدر، مو ما يقدر يعني مجبور على ذلك، يعني مقاومة ضعفت، يعني مناعة ضعفت، ما يقدر. ولذلك في الواقع كل ذنب من الذنوب إذا تكرر وامتد، حتى مرة واحد أذنب واستغفر الله شيء، الشيطان قشمر الإنسان. ولكن إذا الإنسان استمر على الذنب وواصل الذنب، الله يجيب هزات للإنسان، هزات تنبيه، تسمع موضع عظة من خطيب فتتنبه، هاي هزة إلهية. الوجدان يعنب الإنسان، هذه هزة إلهية. إذا الإنسان استجاب لهذه الهزات وتاب إلى الله سبحانه وتعالى انتهت القضية، فيوم ولدتهم. ولكن إذا مرة ومرتين وثلاث مرات وعشر مرات، هذا في الواقع تكون عاقبته مخطورة. وأهم شيء شنو هو؟ العاقبة. إذا أنت الآن تخير بين أي دعاء من أي لون وبين حسن العاقبة، ياهو تختار، ياهو تختار، قطعا تختار حسن العاقبة. إذا الله يقول لك لك دعوة واحدة مستجابة فقط، أي دعاء تختار؟ المال، الصحة، الأولاد، أي شيء، ما تختار، تختار حسن العاقبة إذا واحد يفكر. فإذا في الواقع الذنوب تهدد عاقبة الإنسان وتهدد مصير الإنسان. ومن الأشياء المؤثرة جدا في سوء العاقبة حقوق الوالدين، هذا اللي يؤذي أبوي، هذا اللي يسقط أبوي، هذا اللي أبو مو راضي عنه، أم مو راضية عنه، هذا حقيقة مهدد بسوء العاقبة والعياذ بالله. الإمام الصادق صلوات الله عليه يذكر في هذا الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وآله حضر شابا عند وفاته. النبي صلى الله عليه وآله إجا شاب، وكان هذا الشاب في لحظات الاحتضار، أي اللحظات المصيرية، فقال له قل لا إله إلا الله. مو ملقن عادي، الملقن هو رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا أجي أقول لواحد قل لا إله إلا الله، هذا شيء عادي، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لواحد قل لا إله إلا الله، هذا جدا مهم. قال، يعني الإمام الصادق صلوات الله عليه، فاعتقل لسانه مرارا، ما يقدر يقول، ما يقدر، الشيطان ما يخلي. فقال لامرأة عند رأسه، هل لهذا أم؟ النبي صلى الله عليه وآله فورا ربط بين هذا وبين حقوق الأم. امرأة كانت واقفة، قال لهذه المرأة هل لهذا الشاب أم؟ قالت نعم أنا أمه، هي كانت أمه. قال صلى الله عليه وآله أفساخطة أنت عليه، أنت غضبانة على هذا ابني؟ قالت نعم، ما كلمته منذ 6 حجج، يعني 6 سنوات أنا ما مكلمته، أنا مقاطعة هذا ابني 6 سنوات، 6 سنوات هذا تحت هيمنة الشيطان، 6 سنوات هذا ما يسمع كلام الرحمن، أكو بعض الأفراد يقطعون أرحامهم 20 عام،
يعني هذا 20 عام تحت سلطة الشيطان، وهذا ابن عمك، ابن خالك، عمك، خالك، لأنه قايل كلمة، لأنه كذا قبل 20 عام، 20 عام هذا تحت هيمنة الشيطان. هذا اللي 20 عام تحت هيمنة الشيطان في اللحظات الأخيرة ما يكون تحت هيمنة الشيطان؟ ممكن هذا؟ ما كلمته منذ 6 حجج. فقال لها صلى الله عليه وآله: ارضي عن، ارضي عنا. قالت: رضي الله عنك برضاك يا رسول الله، لأنه أنت تأمرني ما يخالف، أنا رضيت عنك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: قل لا إله إلا الله. فقالها، المانع ارتفع، بعد ماكو هنالك مانع. فقال الشاب بطلاقه: لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله للشاب: ما ترى؟ قال: أرى رجلا أسود أبيح المنظر، وسخ الثياب، منتن الريح، قد ولياني الساعة فأخذ بكظمي. يعني هنا هذا الشاب قاعدة هو الأعمال السيئة، يجي يخنق الإنسان في لحظات الاختبار، يأخذ بكظمه ويخنقه. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: قل يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، تقبل مني اليسير واعفو عني الكثير، إنك أنت الغفور الرحيم. فقالها الشاب. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: انظر ماذا ترى، شنو تشوف؟ فقال: أرى رجلا أبيض اللون، حسن الوجه، طيب الريح، حسن الثياب، قد وليني، وأرى الأسود قد تولى عني. قال: أعد الكلمات يا من يقبل اليسير. فأعاد. قال: ما ترى؟ قال: لست أرى الأسود، وأرى الأبيض قد وليني. الأسود راح والأبيض قد وليني، لعل معنى وليني قرب مني أو تولى شؤوني. ثم طفى، يعني مات على تلك الحال، تبدلت عاقبته السيئة بعاقبة حسنة على أثر هذه الكلمات التي قالها وتوسل فيها بعفو الله ولطف الله، وعلى أثر رضاية أمه عنه. هذا من الآثار، من آثار العقوق سوء العاقبة، ومن آثار البر حسن العاقبة. هذا هو الأثر الأول من آثار العقوق وآثار البر. من جملة آثار البر تكفير الذنوب، أن الإنسان الذي عنده ذنوب، ولا يخلو إنسان من ذنوب عادة، إذا أراد أن يكفر هذه الذنوب ليذهب ويبر والده. الإنسان يذهب إلى أمه، يذهب إلى أبيه ويبرهما، هذا من الأسباب التي تسبب تكفير الذنب. نقرأ في هذا روايتين. الرواية الأولى مروية عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، ما من عمل قبيح إلا قد عملته. هذا الرجل كان قد فعل جميع الموبقات وجميع الذنوب، فهل لي من توبة؟
أكو هنالك توبة، طريق للتوبة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: فهل من والديك أحد حي؟ أكو أحد أبويك في قيد الحياة؟ لأنه إذا توفي الأبوان كما في الرواية على ما أتذكر، الله تعالى خاطب ذلك النبي أنه بعد أن مات والداه أو ماتت أمه، بعيد العهد بالرواية، قال له الله تعالى على ما في بالي: إني أنظر إليك بعين غير العين اللي كنت أنظر بها إليك من قبل. الأبناء يجب أن يعرفوا قدر آبائهم وأمهاتهم. الله تعالى ينظر للإنسان ما دام أبوه وما دام أمه في قيد الحياة بنظرة ثانية. فإذا مات الأب وإذا ماتت الأم تغيرت تلك النظرة، ذلك الطريق اللي كان يوصل إلى رضوان الله يتغير ينقطع. فالأبناء يجب والأولاد يجب أن يعرفوا قدر آبائهم وأمهاتهم ما داموا موجودين. هذا طريق مقرب إلى الله، هذا طريق إلى رضوان الله، هذا سبيل موصل إلى الله سبحانه وتعالى، لا يستهينون بهذا الطريق. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: فهل من والديك أحد حي؟ أكو واحد منهم حي؟ قال: أبي. أمه كانت ميتة وأبوه كان موجود. فقال صلى الله عليه وآله: فاذهب تبره، روح سوي أعمال البر لأبوك، اخدم أبوك. فلما ولى، يعني هذا تكفير للذنوب، هذا تكفير لتلك القبائل. فلما ولى يعني راح، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو كانت أمه، هاي كلمة تمني، يعني يا ليت كانت أمه هي التي على قيد الحياة حتى يذهب إلى أمه ويبرها. يعني شنو؟ يعني البر بالأم هواي أقرب إلى الوصول إلى مرضات الله وإلى توبة الله من البر بالأب. حق الأم هواي أكثر من حق الأب. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: من أبر؟ لمن يكون البر والخير؟ فقال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. يعني في أي مرتبة؟ في المرتبة الرابعة. يعني ثلاثة أرباع البر لمن؟ للأم، وربع واحد للأب. العناء اللي تحملته الأم ما تحمله الأب. الأب من الليل للصبح كان ينام، والأم كانت تقطع ليلها في مداراة أطفالها. آلام الحمل، الله تعالى يقول في الآية: ووصينا الإنسان بوالديه. التوصية بالوالدين، بعدين على من يركز؟ على الأم. حملته أمه وهنا على وهن. حق الأم هواي أعظم من حق الأب، أو البر بالأم هواي يجب أن يكون أكثر من البر بالأب. الأب أيضا إلى حق، ولكن الأم حقها أكثر. هذه الرواية الأولى. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو كانت أمه، يا ليت أمه كانت، حتى يذهب فيبرها فيغفر الله سبحانه وتعالى له. الرواية الثانية هي هذه الرواية. جاء رجل، الرواية مروية في الكافي عن أبي عبد الله، يعني الإمام الصادق صلوات الله عليه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله في أيام الجاهلية، هذا كان متداول بينهم،
قال إني ولدت بنتا حصل ابنية وربيتها كبرها حتى إذا بلغت، إما المراد البلوغ الشرعي أو المراد يعني بلغت مبلغ النساء، فألبستها وحليتها، ألبستها ملابسها وحليتها، لعله يعني ألبستها حليها، ثم جئت بها إلى وين؟ إلى قليب، القليب يعني البئر، ثم جابها إلى بئر فدفعتها في جوفه. أي كانت عادة الجاهليين، مو فقط الجاهليين، حتى الآن في هذا القرن اللي احنا موجودين فيه في الصين كما ذكروا ألوف الآباء يلقون ببناتهم في البئر، عندما يشوفون ابنية يأخذون الابنية يودوها وين؟ إلى الصحراء يذبوها بالبير. هاي طريقة حقيقة نشوف الإسلام شلون أنقذ المرأة حقيقة، أو أنه هذا ما اكتشف أيضا في الصين، أنه يأخذون الطفلة الصغيرة البريئة يوجهها بالسرداب في سرداب مظلم ويسدون على فمها، يخلوها يومين ثلاث يوم إلى أن تموت جوعا وعطشا. هذا هو، ونشر صور الأطفال وكذا، يعني مو فقط في ذاك الوقت كان الإسلام هو الذي غير النظرة إلى المرأة وجعل للمرأة كرامة وجعل للبنت كرامة وجعل للأم كرامة. المهم، ثم جئت بها إلى قليب يعني إلى بئر فدفعتها في جوفه، وكان آخر ما سمعت منها وهي تقول يا أبتاه، كانت تصرخ وتلتجئ بأبيها. فما كفارة ذلك؟ شنو كفارة؟ قتل إنسان بريء. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. قال ألك أم حية؟ عندك أم على قيد الحياة؟ شوفوا فورا النبي ذهب إلى الأم. ألك أم حية؟ قال لا، الأم ميتة. قال فلك خالة حية، الخالة بمنزلة الأم في الروايات. فلك خالة حية؟ قال نعم. قال فبررها فإنها بمنزلة الأم تكفر عنك ما صنعت. إذا واحد بر بأمه هذا تكفير للذنوب، وإذا واحد أمه كانت ميتة يبر بخالته، يعني يروح إلى بيت خالته يقعد يحكي وياهم، إذا عندهم شغل يسوي لهم يودي لهم فواكه أي شيء، ولو تذهب إلى بيت الخالة وتقدم لها كيلو من الفاكهة ما إلى قيمة هذا، ولكن هو هذا التقدير، هو هذا الاحترام إلى قيمة عند الله تعالى. قال أبو خديجة الراوي فقلت لأبي عبد الله عليه السلام يعني الإمام الصادق متى كان هذا؟ وقت كان هذه القضية؟ قال كانت الجاهلية، وكانوا يقتلون البنات مخافة أن يسبين فيلدن في قوم آخرين، لأن كانت بينهم غارات فكانوا يسبون البنات ويأخذوهم ويستحلوهم، فدفعا لهذا كانوا يقتلون البنات. الآثار المذكورة في الروايات كثيرة والوقت قد ضايقنا، نكتفي بهذا الأثر الثالث. الأثر الأول حسن العاقبة، الأثر الثاني تكفير الذنوب، الأثر الثالث بر الأبناء. هذا هو الأثر الثالث عن الصادق عليه السلام، قال بروا آباءكم. شنو أثره؟
يبركم أبناؤكم. هذه طبيعة الحياة، طبيعة المكافأة وطبيعة المجازات. وعفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم. إذا واحد نظر بعين خائنة إلى نساء الناس ينظر بعين خائنة إلى نسائه. هذه دنيا المجازات، الشيء الذي قدمه باليد اليمنى يأخذه باليد اليسرى. الذي يكون أعراض الناس يخان في عرضه. الله تعالى يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. اللي يظلم أيتام الناس يظلم أيتامه في المستقبل. وعفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم. شاهدنا في هذه القطعة: بروا آباءكم يبركم أبناؤكم. اللي يكون بارا بوالديه في حياتهما ومماتهما، ماكو فرق بين الحياة والموت. يعني حتى إذا الأب ميت أو الأم ميت، الابن إلى وظيفة. قد يكون الإنسان بارا في حال الحياة لكن يتحول إلى عاق في حال الممات. هذا يحتاج إلى بحث آخر. الإنسان اللي يبر بأبيه ويبر بأمه، هذا الأثر الوضعي لهذا الشيء أنه يبره أبناؤه أيضا. بروا آباءكم يبركم أبناؤكم. هذه مجموعة من آثار البر بالوالدين ومجموعة من آثار عقوق الوالدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من البارين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.